أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع السنة الثانية في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سنقوم بتناولها خلال الأسبوع السادس في مادة اللغة والأدب اسم الوحدة الليل والنهار تحديدا فن المسرحية. إذا سأقوم اليوم بالتركيز على محتويات هذا الأسبوع، خاصة أننا انتهينا من شرح مسرحية شريعة الغاب وتحدثنا عن عناصر المسرحية وقمنا بالعديد من الأنشطة التابعة لها. كما تعلمون أننا قمنا بالبدء بمسرحية تاجر البندقية، وهي مسرحية عالمية مترجمة للكاتب ويليام شكسبير. أذكر بالمفهوم الرئيس الخاص بهذه الوحدة وهو التواصل، أما المفهوم ذو الصلة هو الموضوع وضرورات الجمهور، السياق العالمي العولمة والاستدامة السمات المشتركة. إذن التواصل من خلال استخدام مفردات العمل الجماعي التعاوني، العمل بما جاء بالمنصة للتعرف إلى الموضوع الذي جاء في مسرحية تاجر البندقية، وذكر الصفات العالمية أو السمات المشتركة منها في جميع أرجاء العالم. أما عبارة الاستقصاء فهي مأخوذة من هذه المفاهيم، تواصلنا مع شكسبير نحن الجمهور من خلال البحث في الموضوع أو القضية التي تتضمنتها هذه المسرحية. بعد أن تناولنا الفصلين الأول والثاني من المسرحية، تعرفنا إلى أبرز المفردات الجديدة فيها، استخدمناها في تعبيرنا، تعرفنا على الشخصيات الموجودة فيها. سننتقل إلى الفصل الثالث من فصول هذه المسرحية. علمنا أن هذه المسرحية تدور أحداثها حول تاجر البندقية في مدينة البندقية في إيطاليا. إذن العنوان يشمل المكان الذي حدثت فيه المسرحية. كانت مدينة التجارة الأولى فجعلها تعج بالتجار والذين كانوا مسيحيي الديانة، ومن بينهم تاجر يدعى أنطونيو، وعرف بكرمه وحسن أخلاقه. وكان هناك تاجر يهودي الديانة حيث دعي شايلو، كان معروفا بالجشع والطمع، حيث جمع أموالا طائلة من خلال فرض الربا على كل من كان يقرضه مبلغا من المال، فقد كان يأخذ مالا زائدا عن أو فائضا عن الحاجة عندما يقرض شخصا ويستغل حاجته له، ودفع هذا الأمر دفع حالة من الكراهية بينه وبين من حوله. لكن الفرق بين أنطونيو وشايلو أن الأول كان يعبر عن كرهه علانية، أما الثاني فكان ينافق وينتظر الفرصة المناسبة للانتقام، أقصد بذلك شايلو. أما باسانيو وأنطونيو، حيث كان أنطونيو صديق مقرب من طبقة النبلاء، اسمه باسانيو، وقد أنفق أمواله على رفاهيات الحياة، كان يلجأ إلى صديقه أنطونيو عند حاجته لطلب المساعدة. ولكن عندما قرر باسانيو أن يتزوج من حبيبته بورشيا وهي ابنة لعائلة ثرية، لجأ إلى أنطونيو وطلب منه أن يقرضه مبلغا من المال ليتم هذا الزواج، إلا أن أموال أنطونيو كانت على متن سفنه التي كان يتطلب وصولها فترة زمنية. فقرر أنطونيو أن يستلف المبلغ من شايلو على الرغم من أن باسانيو رفض فعل ذلك. ماذا فعل شايلوك حتى يعطيه المال؟ وما الشرط الذي كان يطلبه منه؟ هذا ستعرفه أنت عزيزي الطالب عند قيامك بقراءة الفصل الثالث من فصول المسرحية. كما تلاحظ سنقوم بالانتقال إلى أسئلة الكتيب، ستقوم باستخدام الكلمات في جمل مفيدة، وهي أفسحة، الحبور، هلع. ثم سنبحث عن معاني المفردات الموجودة في الكتيب، الذريعة، مقاضاة، البغض، السميل. ثم سننتقل إلى عناصر المسرحية كالشخصيات مثلا والأحداث مرتبة شبه حدث.
كما تلاحظ عزيزي الطالب، فهناك أسئلة الفهم والتحليل التي سنستخرج منها صورا أدبية، أساليب إنشائية. رأيك أيضا في هذه الأحداث التي حدثت في الفصل الثاني. أذكر أن حصتنا لهذا الأسبوع هي حصة مكتبية وليست حصة دراسات اجتماعية. أشكر استماعكم، أراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب نهاركم، بكل أمل وخير.